اهلا بيكم حلقه جديده من الكره والناس. طبعا زي ما احنا متعودين كل يوم اتنين بنبدا بقى نتكلم عن الرياضه، عن اللي حصل في الاسبوع اللي فات والماتشات المهمه وكل الاحداث الرياضيه اللي حصلت. امبارح طبعا مش هنقدر بقى يعني ما نتكلمش عن احداث امبارح وفوز الاهلي على الاتحاد الليبي في الدقيقه 93 3-0، الهدف اللي يعني صعد النادي الاهلي الى دور الثمانيه، دوري المجموعات، دوري ابطال افريقيا، كمان فوز الاسماعيلي على الهلال السوداني 3-1، نتيجة كبيرة جدا امبارح في دوري ابطال افريقيا. نبدأ كده نتكلم شوية يعني نقول يعني اللي حصل في ماتش امبارح في استاد القاهرة، لقاء الاهلي والاتحاد الليبي. الشوط الاول كلنا حطينا ايدينا على قلبنا 0-0، نتيجة 45 دقيقة الاهلي كان محتاج يفوز اكتر من هدفين، وبشرط كمان ان اللي ما يخشش فيه اهداف، يعني كان لازم يفوز 2-0 او ما ينفعش يكسب 3-1 او 4-2، لازم 2-0 الاتحاد الليبي ما يجيبش جوان او يفوز بفارق 3 اهداف. امبارح النادي الاهلي الشوط الاول ضيع فرص كتير، كان يعني مسيطر على المباراه لكن كان في لعب شويه كور عاليه، كانت الكور دي كلها سهله بالنسبه لحارس مرمى الاتحاد الليبي وفي نفس الوقت سهله للمدافعين، كانت كلها كور طوليه. وشفنا كمان فرص كتير بتضيع امبارح من لعيبه الاهلي محمد بركات واحمد حسن وعماد متعب، فكلنا تخضينا وخفنا، قلنا 45 دقيقه عدت من غير ما النادي الاهلي يعني يقدر يسجل اي اهداف في الشوط الاول، قلنا خلاص الامل بدا يقل بدا يضعف وكلنا خفنا. لكن في الشوط الثاني كابتن حسام البدري عمل بعض التغييرات، شفنا بينزل محمد فضل، شفنا اسامه حسني وخروج احمد حسن، وزود الفعاليه الهجوميه كابتن حسام البدري، خلى محمد بركات ناحيه اليمين وخرج شريف عبد الفضيل اللي برضه عمل جهد كويس جدا في الشوط الاول، محمد بركات عمل جبهه كويسه جدا. عماد متعب اللي امبارح اللي احرز الهدف الاول يعني هدف عالمي، رغم ان عماد على فكره كان بيلعب وهو مصاب واخد مسكنات عنده مشكله في ظهره، حتى هيستريح بعد المباراه 3 اسابيع، بعد مباراه امبارح عماد متعب هيقعد راحه 3 اسابيع، عنده بعض المشاكل في ظهره وكان لسه كان في المانيا، لكن الراجل اصر في حبه يعني بسبب حبه للنادي الاهلي وحبه لفرقته وشايف ان موقف الفريق صعب جدا بعد الخساره في مباراه الذهاب 2-0، فالراجل اصر اللي هو يلعب، خد مسكنات امبارح احرز الهدف الاول، بصراحه هدف عالمي يعني فعلا هدف عالمي، كرة اتلعبت من سيد معوض داخل منطقة الجزاء، كرة على يعني ارتفاع 1.5 متر، قدر يوقفها برجله، طلع لها برجله كده ونزلها وهو بيلف لف 180 درجة وراح حاططها على طول فيرست تايم أو من لمسة واحدة على طول على يمين حارس مرمى الاتحاد الليبي، والهدف ده هو اللي فتح الطريق للنادي الأهلي، حسسنا إن الأمور أسهل شوية خلاص، بعد يعني بدل ما تكون متعادل 0-0 وقدامك تجيب هدفين، لا خلاص أنت حرصت الهدف الأول وقدامك هدف واحد بس عشان تتساوى مع فريق الاتحاد الليبي. النادي الأهلي زود من ضغطه، شفنا سيد معوض من ناحية الشمال، شفنا محمد بركات من ناحية اليمين، شفنا أبو تريكا وشفنا كمان أحمد شكري وشفنا محمد فضل وعماد متعب وأسامة حسني، يعني 5 مهاجمين للنادي الأهلي، 3 بيلعبوا كفراودة داخل منطقة الجزاء، أنتوا عارفين فريق الاتحاد الليبي امبارح بيلعب يعني جيم دفاعي طول المباراة دفاع، مفيش بس غير كورتين كانوا خطرين جدا في الشوط الأول من هجمات مرتدة من أحمد الزيوي اللي هو مهاجم الليبي أو مهاجم الاتحاد الليبي الطويل الأسمر، معاه كمان كاميلو، كان في فرصتين خطرين، لكن الشوط الثاني كان سيطرة أو يعني سيطرة تامة للنادي الأهلي، هجوم كاسح، وقدر فعلا بعد هدف عماد متعب النادي الأهلي يسيطر أكتر من كرة عرضية، محمد بركات عدى من ناحية اليمين عمل كرة عرضية حلوة جدا لمحمد فضل، الراجل راح عامل الدايفنج أو الطيران وراح حاطط على طول بدماغه قنبلة وعلى شمال مرمى حارس مرمى الاتحاد الليبي، كان ده الهدف الثاني وخلاص بقى بدا المباراه خلاص قربت تخلص 10 دقائق 5 دقائق، دخلنا في الدقيقه 85 في الدقيقه 90 والنتيجه 2-0 لصالح الاهلي، والنتيجه دي كانت تلاعب النادي الاهلي ضربات ترجيح عشان تحسم مين اللي هيصعد مع الاتحاد الليبي، لكن في الدقيقه 93 قدر شهاب الدين احمد من قذيفه من خارج منطقه الجزاء من حوالي 40 يارده او 42 يارده يسجل هدف قنبله على شمال حارس مرمى الاتحاد الليبي، وده كان هدف الثالث وهدف الصعود واغلى اهداف النادي الاهلي الموسم اللي احنا فيه، وكان هدف ده يعني خلى النادي الاهلي خلاص في دوري المجموعات في دور الثمانيه، رغم ان كان في تخوف كبير جدا من المباراه امبارح، لكن جماهير النادي الاهلي ملت الاستاد، الاهلي ادى اداء كويس جدا، وعلى فكره شهاب الدين احمد ده من اللاعبين الناشئين في النادي الاهلي اللي كابتن حسام البدري بيصر عليه وبيديله ماتشات
بقاله 5 6 ماتشات بيلعب بشكل اساسي. الراجل مستواه في ارتفاع دايما، في كل مباراه بنشوف ارتفاع اكتر. امبارح كمان يعني تسديداته خطيره جدا شهاب، هو من اللعيبه اللي بتسدد كويس جدا، شفناه في اكتر من مباراه بيسدد برده بشكل كويس واحرز اكتر من هدف مع النادي الاهلي. يعني يبشر بمستقبل لعيب جديد او لعيب هيفيد النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، وفي اهداء كده بقى من كره والناس والفراعين للنادي الاهلي بعد الفوز امبارح. سيد يظبط ويلعب كرة عرضية، ادي الاستلام وادي الجول. على طول اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول، وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق. يعني لازم مصطفى النادي ياخد حته كده على الزمالك في الاخر. ايه علاقه الزمالك بمبروع الناس
الناس فرحانه جدا بفوز النادي الاهلي، راح مدخل العلم بتضايق نادي الزمالك. اعتقد ان الناس كلها فرحانه امبارح للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيمثل مصر، الزملكاويه، اسماعيلاويه، الاتحاديه، بورسعيد، كل الناس فرحانه الاهلي. وكلنا لما الجون الثالث جه كل الناس قامت يعني وفرحت مع النادي الاهلي. اعتقد يا مصطفى انت كده بقى بتزود التعصب. كابتن طارق يحيى المدير الفني النادي الانتاج الحربي بيقول انا لسه ما تعاقدتش مع مصر المقاصه، في كلام اتقال اللي هو تعاقد مع مصر المقاصه، لكن كابتن طارق يحيى بينفي بيقول لا لسه مفيش حاجه رسمي، كلها مفاوضات، كلها كلام. وفي نفس الوقت برضه عنده عروض ثانيه ولسه ما قررش هل هيترك الانتاج الحربي ولا لا. الانتاج الحربي خلي بالكم كسب اللقاء اللي فات طبعا في بطوله كاس مصر، كابتن طارق يحيى كان بيلعب مع نادي النصر احدى فرق الممتاز به، وكان خسران 1-0 في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني قدر يحرز هدفين، والانتاج الحربي وصل لدور ال 16 وهيلعب ان شاء الله مع الجونه، هيلعب مع الجونه في دور ال 16. كابتن حسام البدري اختار 25 لعيب للنادي الاهلي عشان ماتش القمه يوم الاربعاء. اختار شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، رمزي صالح، وائل جمعه، احمد السيد، شريف عبد الفضيل، سعد سمير، سيد معوض، جيلبرتو، احمد علي، محمد بركات، احمد فتحي، احمد حسن، حسام عاشور، شهاب الدين احمد، مصطفى شبيطه، عبد الله فاروق، احمد شكري، علاء شعبان، مصطفى عفروتو، عبد الله عبد العظيم، محمد ابو تريكه، محمد فضل، احمد بلال فرانسيس. انتوا عارفين كمان ان احمد ان اسامه حسني مش هيكون موجود، هيعمل عمليه الرباط، هيعمل عمليه الغضروف في ركبته، مسافر المانيا يوم الاربعاء. عماد متعب برده مش هيلعب عشان الاصابه اللي في ظهره وعنده شد في ظهره. امير عبد الحميد كان عمل مشكله في المره اللي فاتت، في الماتش اللي فات في بورسعيد مع النادي المصري، كان ما لعبش المباراه، وكان عارف ان احمد ناصر الشناوي هو اللي هيبدا اللقاء مش امير، فعمل مشكله وساب المعسكر. مستر كامل ابو علي رئيس النادي راح مكلمه ورجع تاني، كابتن محمد حلمي زعلان منه جدا، امير حاول يعتذر وكده، لكن كابتن محمد حلمي بيرفض اعتذار امير عبد الحميد. محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك، شفتوه الماتش اللي فات اشترك مع نادي الزمالك في لقاء الفيوم، كان عامل على راسه كده زي شاش وبلاستر عشان الاصابه اللي جات له قبل كده في الدوري، كان 19 غرزه في دماغه، لكن اشترك وادى بشكل كويس. وفتح الله بيقول تصريح ليه انه الزمالك ملوش بديل غير الفوز على الاهلي عشان الزمالك يحقق بطوله او يوصل لدور الثمانيه في بطوله الكاس، وبيقول كمان مش هيفرق مع نادي الزمالك متعب يلعب او ما يلعبش، ان اللعيبه كده كده مركزه، خط الدفاع كده كده مركز. فده تصريح على لسان محمود فتح الله مدافع نادي الزمالك. بشكر كل الزملاء عن التقرير طبعا في الاعداد، وكمان محمد فاضل اللي كان بيعلق على التقرير وهو قال لنا بعض المعلومات. انا هكمل المعلومات، نبدا بفريق جنوب افريقيا، بافانا بافانا او الاولاد. جنوب افريقيا مشاركتين لجنوب افريقيا في بطوله كاس العالم، انتوا عارفين طبعا كانوا هم بعيد جدا عن كره القدم من اول يعني بداوا بس في التسعينات ليكونوا موجودين على الساحه العالميه، كان موضوع العنصريه والبيض والسود والكلام ده، فكان في قرار من الاتحاد الدولي للفيفا اللي هم ما يشاركوش في اي بطولات عالميه، لكن طبعا كان ليهم بطولتين اشتراك في كاس العالم 2002 وسنه 98، وجنوب افريقيا خدت بطوله افريقيا سنه 96، والبطوله دي كانت في جنوب افريقيا، وتاني بطوله افريقيا 98 لما كانوا مع منتخب مصر في المباراه النهائيه اللي احنا فزنا بيها بهدفين، فاكرين طبعا هدفين احمد حسن وطارق مصطفى، وكان 2-0 لمنتخب مصر في المباراه النهائيه في بوركينا فاسو. اللي ماسك فريق بافانا بافانا او جنوب افريقيا كارلوس البرتو بيريرا، عنده 67 سنه وطبعا مواليد 43، ودي سادس بطوله لكاس العالم مع او سادس بطوله يدرب فيها في بطوله كاس العالم، كان قبل كده طبعا مسك منتخب الكويت سنه 82، قاد منتخب الامارات سنه 90 في كاس العالم والبرازيل 94، وكان هو بطل البطوله دي، خد بطوله كاس العالم 94 مع البرازيل، ودرب السعوديه سنه 98 في بطوله كاس العالم كارلوس البرتو بيريرا، والراجل ده اساسا كان مدرب لياقه بدنيه قبل ما يكون مدير فني لمنتخب البرازيل. نجوم منتخب جنوب افريقيا مش كتير، هم 5-6 نجوم هم اللي بيعتمد عليهم البافانا بافانا في البطوله، ستيفن بينار وده نجم ايفرتون ولعيب عنده 28 سنه وده مهاجم بيلعب في الدوري الانجليزي ستيفن بينار، وعندهم كمان برنارد باركر ده لاعب بيلعب في نادي فينتي في الدوري الهولندي، وهو خدوا الدوري الهولندي نادي فينتي السنه دي برنارد باركر وعنده 24 سنه، كمان عندهم ماثيو بوث ده لاعب مدافع
بيلعب في نادي سان داونز في بطل جنوب افريقيا وعنده 33 سنه. وعندهم ماكارسي تشابالالا، وتشابالالا ده لعيب مهم جدا بيلعب في ويست هام، ماكارثي بيلعب في ويست هام يونايتد، كان بيلعب مع احمد حسام ميدو. وعندهم كمان تشابالالا لعيب مميز جدا في نص الملعب. لعبوا بعض المباريات الوديه، وكان اخر مباراه وديه لمنتخب جنوب افريقيا كان قدام تايلاند، وقدر منتخب جنوب افريقيا يفوز 4-0. والنهارده المفروض خلي بالكم بيلعب مع منتخب بلغاريا مباراه وديه النهارده، لكن لسه مش عارفين النتيجه. يوم 27 هيكون عنده مباراه وديه ثانيه مع كولومبيا، ويوم 5/6 او 5 يونيو هيكون عنده مباراه وديه مع الدنمارك. البلد كمان في جنوب افريقيا بتشتهر بلعبتين، يمكن كره القدم بتيجي في المرتبه الثالثه بعد الرجبي والكريكت. وهم هتقولوا لي وصلوا كاس العالم ازاي؟ هم ما لعبوش تصفيات كاس عالم، هم لعبوا لكن ما كانتش عشان التاهل لكاس العالم، اللي هم البلد المنظم. دايما البلد منظم طبعا بتلعب بدون تصفيات. ده بالنسبة لفريق جنوب أفريقيا وفريق البافانا البافانا، وطبعا الجماهير هتبقى عامل مهم جدا معاهم في البطولة. شكرا جزيلا، ونشوفكم يوم الاثنين الجاي بإذن الله.